خلينا نكمل مع حضراتكم ونروح نشوف بقى الاستعدادات المختلفه. طبعا بنتكلم عن موسم جديد حاليا لكل الانديه، ولو هتكلم تحديدا عن محمد صلاح اللي هو برده بدا طبعا الاستعداد للموسم الجديد بالامس، وكان نشر صوره ليه على حسابه الشخصي على انستغرام تحديدا. انتوا عارفين صوره لنجم يعني زي محمد صلاح اكيد بتعمل لها سيف وشير بالملايين مش بالالاف يعني. وهي طبعا كانت هو قاعد في زي ما حضراتكم شايفين في الثلج عشان استشفاء استعدادا للموسم الجديد. المفروض التدريبات او تدريبات الفريق هتكون بالمانيا عشان يستعدوا للموسم. وليفربول خلينا برضو نتكلم، هو هيقعد 10 ايام في المانيا مفروض عشان يخوض خلالهم واجهتين هتكون وديتين يعني امام انديه مختلفه بالمانيا. فبالتوفيق طبعا ليفربول، كلنا بنتمنى للتوفيق في الموسم الجديد عشان محمد صلاح تحديدا، حتى انت كنت مش من عشاق ليفربول بس اكيد عشان محمد صلاح، فبالتوفيق طبعا. تقدري تقعدي في الثلج ده؟ كتير ناس على فكره ليتلي بقوا يعملوها، كل الرياضيين بيقولوا لك مفيدين جدا، مفيد جدا للعضلات والاستشفاء. بس انت متخيله الفكره؟ هي اول انا لما سالت ناس جربتها اول كام ثانيه غير طبيعيه، غير طبيعيه غير محتمله، بس كل ما الوقت بيمر يعني الثانيه بتفرق، بتبتدي جسمك يتاقلم. ودي بقى سبحان الله الجسم بيبقى عامل كده يعني، جسمنا ربنا خلقه بيتاقلم يعني سبحان الله. بس طبعا هي صعبه يعني. روسيا بقى بصي ملوك في الحته دي، هو بوتين اصلا بيعملها على فكره. مش طبيعيين والله، مش طبيعيين. حاجه قاسيه جدا فكره التلج دي.